الأمن الغذائي، كلمة السر اللي كلنا بنتكلم عنها. الحرب الروسية الأوكرانية لسه شغالة ووارد إنها توسع كمان. شفنا روسيا وهي بتخترق المجال الجوي للدول، شفنا الدنيا والكلام ما بيطمنش الحقيقة. لسه بدر على السلام، لسه بدر على بال ما يقعدوا على حد فيهم يشوف ان هو عمل اللي هو عايزه فيقعدوا على مائدة مفاوضات عشان يوصلوا لحل سلم، لسه بدر على ده. وده خلانا كلنا شفنا قد ايه الامن الغذائي مهم للدول كلها، وشفنا الاسعار وهي بتزيد في الدول كلها ولسه هتزيد، والخبراء بيتكلموا عن زيادات كتير هتحصل. في مصر الحقيقه كنا سابقين بخطوه، في مصر كان في رؤيه من بدري، من اول ما الرئيس السيسي وصل للحكم، ان احنا نوصل للاكتفاء الذاتي من المواد اللي بناكلها اللي بنشربها، نوصل للاكتفاء الذاتي من الالبان، من اللحوم، من القمح، من المحاصيل الاستراتيجيه، وعلى راسها القمح. شفنا افتتاحات القمح، وشفنا الرئيس الاسبوع ده وهو بيشكر المزارعين الحقيقه اللي احنا كمان بنشكرهم، بنقول لهم شكرا. وردوا لغايه دلوقتي اكتر من 4 مليون طن من القمح، ده بيخلينا مطمنين لغايه اخر السنه الحمد لله مش هيحصل عندنا نقص ابدا في القمح. كمان شفنا الاثنين اللي فات الرئيس وهو بيفتتح مجمع الوطنيه للانتاج الحيواني، المجمع ده اتعامل بالتعاون مع القطاع الخاص. الدوله بتدخل في المشروعات اللي ليها علاقه بالامن القومي زي الانتاج الحيواني وزي الزراعه، لكن فتح الباب طول الوقت للقطاع الخاص يدخل، اهلا وسهلا. زي ما شركات كتيرة مملوكة للحكومة أو الجيش هتطرح كمان في البورصة، هتطرح للقطاع الخاص وهتطرح للمواطنين، أهلا وسهلا بالقطاع الخاص. القطاع الخاص شريك رئيسي للدولة في التنمية، والرئيس بيقول ده في كل مناسبة، والحكومة كمان بتأكد ده في كل مناسبة. الحقيقة الافتتاح اللي فرحنا كلنا بتاع مدينة السادات يوم الاثنين اللي فاتت، احنا شفنا مشروع ضخم اتعمل، وزي ما الرئيس عودنا في كل الافتتاحات بدأ يشتغل عشان ناخد منه كل يوم 15 طن ألبان، وعلشان يدينا كمان 15 طن لحوم مع كل دورة، 15,000 طن لحوم مع كل دورة. مشروع ضخم، مشروع بيطمننا على أنه الدولة شايفة، والمشروعات اللي بتمشي بوتيرة سريعة جدا زي ما تعودنا مع الرئيس. الحقيقة مجمعات الانتاج الحيواني مش بس مدينة السادات، احنا شفنا الشركة الوطنية عملت في 4 محافظات، المنوفية والبحيرة والوادي الجديد والفيوم، بإجمالي 111,000 راس مشي، من أفضل السلالات العالمية الحقيقة.